بومور MA900. تلك الآلة هي من تصميم شركة فيتنس المتخصصة في إنتاج آلات تهذيب العشب الصغيرة ومرفقاتها، وهي عبارة عن جزازة عشب مناسبة للعناية بالمتنزهات والحدائق، وتعتبر من أكثر ماكينات جز العشب ببساطة وفعالية في فئتها. الميزة الرئيسية للآلة هي سهولة التحكم في ذراع هيدروليكية طويلة مزودة بأطراف حادة على شكل منجل، يمكنه جز غطاء نباتي بارتفاع 4 أمتار وبزاوية دوران للذراع تتراوح ما بين 45 درجة أفقيا وحتى 135 درجة. وهذا لا يسمح فقط بقص الشجيرات التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، ولكنه يساعد أيضا في العناية بالنباتات الساحلية المغمورة في المياه. ويحتوي المنشار على عدة وحدات يمكن التحكم بها هيدروليكيا عن طريق عصا تحكم بسيطة، وهي آمنة تماما بسبب بعد جزء القطع عن المستخدم، كما يمكنها العمل على تضاريس معقدة وفي المستنقعات. جيميكا سمارت بيل تراك بي، تقنية عالمية لحفارة صغيرة تتحرك على مسارات مطاطية بضغط بسيط وموحد على التربة الخصبة. الآلة مزودة بمحرك ديزل بقوة 7 حصان ومحرك بنزين بقوة 9 حصان. جميع المحركات يتم تشغيلها بواسطة مشغل كهربائي. تستخدم تلك الحفارة في الأماكن الضيقة بمساعدة مجموعة متنوعة من الملحقات كذراع تحميل وعدة أنواع من الجرافات بعرض يتراوح ما بين 16 إلى 50 سنتيمترا. وتستطيع الآلة حفر خندق بعمق 125 سنتيمترا ويمكنها الدوران 360 درجة وتغطية مساحة نصف دائرتها والتي يصل قطرها إلى 3 أمتار تقريبا. TRS-1474 Bucket Wheel، تم تصميم تلك الماكينة ذات العجلة الحفارة خصيصا لحفر أنفاق لوضع أنابيب الصرف والمياه ووصلات الكهرباء، كما تستخدم أيضا في مجال التعدين. وتتكون الماكينة من مكسورة قيادة على مجنزرة كاتربيلر وعجلة دوارة ذات دلاء وناقلات قابلة للتعدين لإزالة الصخور. هذا النموذج قادر على التعامل مع جميع أنواع التربة سواء كانت ناعمة أو صخرية، وأقصى عرض للحفر يتراوح ما بين 90 و 120 سنتيمترا وأقصى عمق يصل إلى 2.5 متر. وتعمل الماكينة بست محركات كاتربيلر ديزل قوية، وبإمكان المستخدم التحكم في تنظيم آلية عمل العجلة والحصول على العمق المطلوب والسرعة عند قيادة الماكينة. وتستهلك الحفارة ما يتراوح ما بين 90 إلى 111 لترا في الساعة من وقود الديزل اعتمادا على الحمل. سلايزر TLX، صممت الشركة الألمانية فاند جزازة زراعية منتجة، وهي عبارة عن أداة يمكن تثبيتها خلف الجرار، ولا يمكنها تغطية المساحات المسطحة فقط، ولكنها تعمل أيضا مع المساحات المائلة بكفاءة وفعالية، كما يمكنها تغطية مساحة كبيرة بطريقة متوازنة ومثالية. وارتفع موضع نقل الجزازة بمقدار 120 درجة عن الأبعاد الأفقية للجرار. وتعمل الجزازة بنظام فريد للقص يمكن تعديله تلقائيا وفقا لقراءات المجسات على طول المنجل، وهي تتكيف تلقائيا مع راحة المستخدم الذي ينشغل فقط بقيادة الجرار. الجزازة مزودة بمظلة خاصة تضمن الحماية الوقائية الكاملة للنظام في منطقة العمل، ويتم تحديد منطقة العمل الخاصة بالجزازة في مدى يتراوح ما بين 8.3 إلى 9.3 متر على حسب عدد الشفرات المكونة من جزئين يحتوي كل منهما على 6 أو 7 قواطع. الماكينة مجهزة أيضا بنظام تنظيف ذاتي لحماية الجهاز من تراكم بقايا العشب. ليلي أسترونوت A5، نظام آلي للحلب يعتمد على الروبوت الحلوب، والذي يعمل على مبدأ الأبقار الحرة بحيث يمكن للبقرة أن تختار متى تأكل ومتى ترتاح ومتى تذهب للحلب. فعندما تدخل البقرة إلى منطقة الحلب يتم التعرف عليها بواسطة أجهزة استشعار، ويقوم الجهاز بجمع المعلومات عن طريق نظام فرعي معلق في عنق البقرة. وعن طريق تلك المعلومات يستطيع النظام التعرف على موقع الحلمات والنظام الغذائي الذي يحتاجه الحيوان، ثم يتم حلب البقرة بمساعدة فرشاة والتي تعتبر أكثر فاعلية من نظام الشفط البسيط. وأثناء الحلب يقوم الجهاز بمراقبة جودة الحليب والتعرف على المشكلات المتعلقة به وإرسال إنذار مبكر بها على الفور، والتي يتم استقبالها عن طريق تطبيق خاص على الهاتف المحمول. فراكتم بريكر،
تتيح ملحقات التكسير حلاً عملياً لمشكلة طحن الصخور وإعادة تدوير الكتل الخرسانية بتكلفة زهيدة. لذا تقوم شركة فراكتوم بتصنيع عدد من طاحنات الصخور بكثافة طاقة تتراوح ما بين 80 إلى 400 كيلو جول، وتستخدم تلك الكسارات بكثافة في مجال التعدين والإنشاء. ويمكن لنموذج فراكتوم بريكر العمل مع غالبية الحفارات التي تعمل بمحرك هيدروليكي، حيث تكون الكسارة قائمة بذاتها ولا تحتاج إلا إلى الأنظمة الهيدروليكية. أما الجزء الوظيفي فيتكون من مطرقة تتحرك ميكانيكيا إلى الجزء العلوي للذراع، وتتلقى دفعة إضافية لتنزل على سطح الصخرة، وتتكون المطرقة من جزء اسطواني رئيسي وطرف قابل للتغيير. وأثناء عملية التحطيم يكون مبدأ العمل هو إعطاء المطرقة طاقة حركية عالية موجهة على منطقة محددة من الصخور لا تصمد أمامها الصخور القاسية أو حتى الهياكل الخرسانية. RBS20 ماكينة متعددة الوظائف تستخدم في إصلاح مسارات السكك الحديدية وتفكيك ووضع العوارض. الجهاز مزود بدلو قائم للدفع ومقبض عرضي، وهذا كل ما تحتاجه لتركيب وتفكيك قاعدة جديدة في عمق القضبان. وعند تثبيت قاعدة جديدة يقوم الجهاز بإعداد العمق المطلوب للقاعدة دون الحاجة لإزالة القضبان، وتستطيع الآلة بسهولة القيام بأعمال الحفر الصعبة. ويمكن للمقبض الدوران بحرية بزاوية 360 درجة، مما يسمح بوضع القاعدة بسهولة في وضع جيد. كما يمكن استخدام الجهاز كوحدة مرفقات مقترنة بأي حفارة لديها قدرة حمل تصل إلى 12 طنًا. بلاستراك BMS 220 ADB. صممت ماكينة التسوية ذاتية الدفع تلك من أجل تفكيك سريع لطبقة المشمع وأغطية الأرضيات الأخرى، مع أبعاد مدمجة تسمح للآلة بالعمل في أي مكان، وتوفر القدرة على المناورة الدوران في نصف قطر يقدر بصفر تقريبا. الآلة لا تترك أي أثر في الأرضيات، ويتم تشغيل محرك الماكينة ببطارية تكفي لعشر ساعات من العمل المتواصل، ويعمل الجهاز بنظام الشفرات القابلة للتبديل، وهي صالحة لإزالة طبقات الأرضيات من الخشب أو المشمع أو السيراميك وغيره وبأي حجم. ويعتمد نوع السكاكين على عرض السطح المراد معالجته، والتي يمكنها العمل على أسطح بعرض يتراوح ما بين 152 إلى 690 مليمتر. نظام تشغيل الماكينة بسيط للغاية، ويمكن للآلة العمل بالتوازي مع تنفيذ أي أعمال أخرى دون إحداث ضوضاء أو إخراج أي انبعاثات ضارة. ألتوس TRX آلة تهذيب فريدة من نوعها، تتميز بقدرتها العالية على المناورة والسرعة والإنتاجية، ويمكنها العمل على تضاريس الوعرة والرطبة والمائلة وفي المستنقعات أيضا، وحتى في الأماكن التي يستحيل الوصول إليها باستخدام جزازات العشب الأخرى. الآلة يمكنها السير بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى قدرتها على الدوران في مساحة ضيقة جدا بنصف قطر يكاد يصل إلى الصفر بفضل مركز الجاذبية المنخفض. ويتحكم المشغل في ماكينات الجذب برافعتين، ويمكن تغيير إعدادات السكين خلال الوقت الفعلي للعمل. ويفترض أن الجزازة تكون ذات تأثير منخفض جدا على التربة بفضل التصميم الخاص للمراوح الخلفية، وهي تشبه المجنزرة من ناحية نوع العجلات، وتتم المناورة بمبدأ تخفيض الجانب، وتبلغ المساحة الكلية المغطاة بواسطة السكين مترا ونصف المتر. وتعمل الآلة بمحرك بنزين بقوة 33 حصان وناقل هيدروميكانيكي. شكرا على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.